مداخلة هامة جدا. احنا كنا بنتكلم عن اهلي 2003، هو فاز على الزمالك في بطولة الجمهورية. كابتن خالد بيبو رئيس قطاع الناشئين لكرة القدم النادي الاهلي، يعني صباح الخير في البداية كابتن بيبو، وسعداء طبعا انا سعيدة جدا حضرتك معانا النهاردة على التليفون في 10 الصبح في الاهلي، والف مبروك. صباح الخير يا نواند، وصباح الخير كابتن اسامة عرابي. صباح الخير يا بيبو، كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب يا كابتن اسامة، والحمد لله. يعني كمان متكلمين دلوقتي في الاتحاد المصري لكرة القدم، كان عندنا ورع على بطولة 2006، والحمد لله خدنا بطولة 2006 كمان. فالحمد لله انت أول ناس تعرفها دلوقتي حالا يعني على الهواء. رائع جدا. الحمد لله طبعا. وانا لو هتكلم عن امبارح، يعني بجد لازم نقول يعني فوز مش هقول متوقع، ولكن اداء يعني مؤخرا شفناه تحديدا لقطاع الناشئين نقله نوعيه كابتن خالد، بجد مش مجامله، حقيقي ده كلام يعني مش احنا بس اللي بنقوله، ف يعني حاجه كلنا سعداء بيها. بس يعني ازاي برضو ده حصل؟ مجهود اكيد كبير، استراتيجيه حضرتك واضعها، خلينا نعرف كواليس برضو، لان زي ما بقول لحضرتك في طفره كبيره جدا لهذا القطاع كلنا يعني شايفينها او ملاحظينها. الحمد لله رب العالمين. طبعا يعني الواحد ما انا ما بشتغلش لوحدي، انا يعني كمل شغل الاساتذه الكباتن واللي علمونا كلنا الكوره ورا بعض، اشتغلوا طبعا في قطاع الناشئين وتعلمت منهم، وخدت الكلام اللي هم حاطينه كاتبينه في مجلدات جوه النادي في قطاع الناشئين. اشتغلت ورا الكابتن فتحي مبروك، كان حاطط اساس كويس وانا خدت منه الاساس ده وكملت عليه، وقدرنا ان شاء الله السنه دي نعمل حاجه كويسه. طبعا ده يعني لجنه التخطيط، طبعا بقى فتره كنا بنجهز لقطاع ناشئين وفي سيناريو كده كان محطوط، والحمد لله انا نزلت نفذته على الارض الواقع، والحمد لله يعني الدنيا ماشيه بشكل كويس جدا الحمد لله. السنه دي البطولتين اللي كملوا لغايه دلوقتي 2001 و2006 احنا اللي خدناهم بطوله الجمهوريه، 2099 عندنا ماتش فاصل مع نادي الزمالك 96، 2003 احنا ماشيين فيها كسبنا امبارح الزمالك وماشيين وراهم على طول، ان شاء الله هننافس لغايه اخر مباراه، وقدرنا ان احنا السنه دي يبقى عندنا مجموعه من اللاعبين موجودين في الفريق الاول، شفنا اخرهم كوكا موجود، وعندنا مجموعه من اللاعبين السنه دي برضو يعني حطينا سياسه جديده كده ان احنا نطلع الاولاد في السن الناشئين ان هم يخرجوا السنه دي ياخدوا فتره مباريات في الدوري الممتاز، وشفنا لعيبه لعيبه النادي الاهلي، عندنا 10 لعيبه في الدوري بيشغلين في الفرقه طلعوا اعراض السنه دي للناشئين، فحطينا استراتيجيه كده وماشيين عليها، والحمد لله ربنا توفيق بتاع ربنا بقى، يعني انت بتشتغل وتحاول تتعب وبتحاول تجتهد، وفي يعني مش حاجه الحمد لله جت كده بالصدفه، كلها كنا شغالين عليها بقالنا قبل ما انا اتولى المسؤوليه من فتره طويله، ان احنا قطاع الناشئين ده يبقى في حته ثانيه في مكان ثاني، وورا بعض كلنا بنكمل بعض الحمد لله، ربنا كرمنا والنتائج ماشيه معانا بشكل كويس جدا، توفيق ربنا ده اهم من كل شيء، احنا بنتعب وبنجتهد، والتوفيق ده هو اللي حالفنا في الفتره الاخيره الحمد لله. يعني هي نتائج واداء برضو، خلينا نبقى صراحه، انا اتفرجت على الماتش امبارح وحضرتك كنت طبعا متواجد، وحرص برضو بعض الاشخاص من فريق الزمالك او فرقه الزمالك ان هم يكونوا موجودين، بس يعني كان اللعب امبارح برضو لو هنتكلم ان النتيجه طبعا مقبوله جدا وسعداء بيها، لكن برضو كاداء حضرتك ازاي قيمت امبارح اداء الناشئين اللي كانوا في المباراه؟ والله طبعا يعني انا شايف ان المباراه كانت مش مباراه سهله، مباراه صعبه جدا طبعا، تلعب جوه نادي الزمالك وهم فرقه 2003 نزلت لك فرقه كويسه وفرقه محترمه، وهم كانوا يعني ماشيين كويس قوي في البطوله، احنا كمان ماشيين كويس، فالمباراه كان عندهم، احنا تعادلنا في ملعبنا 1-1، فكانت مباراه صعبه بالنسبه للولاد، فطبعا تفاصيل المباراه جوه طبعا معاك الكابتن اسامه، يعني هو بقى يتكلم احسن مني طبعا في القصص الفنيه، انما الموضوع طبعا كان صعب جدا، كل الولاد يبقى ملتزمين بالقصه اللي حطها كابتن شريف عبد الفضيل، وبصراحه عمل جيم كويس، وكان عندنا نواقص امبارح، عندنا حد يعني لعيب كان عنده كورونا وخرجناه بره المباراه، وعندنا لعيب عنده كورونا ثاني واحد من احداث الفريق، فكان عنده بعض الغيابات وقدر ان هو يشتغل كويس، وحطينا سيناريو للمباراه وقدرنا نجيب هدف، ولولا التوفيق كنا ممكن نجيب هدفين كمان،
وطبعا يعني الحمد لله المباراه في الاخر ان احنا قدرنا ان احنا ناخد الثلاث نقاط وكانوا مهمين جدا بالنسبه لنا. رائع جدا، كل التوفيق مره ثانيه والف مبروك علينا جميعا كابتن خالد، شكرا ليك جدا على هذه المداخله. شكرا.